السلام عليكم. اليوم نتعرفوا على مشروع ربط مدينة غيليزان بطريق السكك الحديدية نتاع الهضاب العليا عبر مسار غيليزان تيارت تيسمسلت. وهذا الخط الطول ديالو هو 190 كيلومتر. ونعطيكم بعض الخصائص تاع الخط هذا اللي الأشغال فيه راهي حوالي 45%. وسوف نستعرض يعني وضعية الأشغال في فيديو آخر. اليوم نستعرض الخصائص تاع الخط هذا تاع السكك الحديدية إذن اللي يربط مدينة غيليزان بالطريق أو الخط السكك الحديدية تاع الهضاب العليا على مستوى مدينة تيارت، واللي في المستقبل الخط هذا سوف يصل إلى مدينة مستغانة. وهذا الخط فيه يعني نعطي نستعرض يعني الحجم نتاع الأشغال نتاع لو ديبلاسمون دي تير، يعني الكمية تاع الأتربة التي سوف تتنقل من مكان إلى آخر. فيه عندنا لي رومبلي وعندنا لي ديبلي. لي ديبلي يعني الكمية تاع الأتربة اللي سوف تنزع على طول المسار تاع الخط هذا هي حوالي 22 مليون متر مكعب. اما الأتربة التي سوف توضع على المسار لتعزيز يعني القدرة نتاع لا كومباسيتي نتاع لو سول هي حوالي 10 مليون متر مكعب سوف توضع على طول المسار نتاع الخط السكك الحديدية هذا الرابط بين غيليزان وتيسمسلت. وعندنا الخط هذا يشمل 8 محطات للسكك الحديدية 8، ويكون فيه 5 محطات نتاع الكروازمون نتاع تقاطع الخطوط السكك الحديدية مع خطوط أخرى. وكذلك يشمل المنشآت الفنية 80 منشأة فنية ما بين صغيرة وكبيرة بطول إجمالي نتاع المنشآت الفنية نتاع الجسور. الطول الإجمالي نتاع الجسور هو 10.8 كيلومتر، يعني 11 كيلومتر نتاع جسور نتاع سكك حديدية سوف تنشأ يعني خلال يعني عبر الطول هذايا. وكذلك فيه 5 أنفاق، 5 أنفاق بطول إجمالي 3.5 كيلومتر. هذه هي الخصائص نتاع المشروع هذا، واللي كما قلنا نسبة الأشغال به راهي حوالي 45%. وسوف نستعرض الأشغال هذو في فيديو آخر. أترككم مع تكتشفون هذا يعني المشروع هذا المسار نتاعو. والسلام عليكم.